بعزمك في المراحل الجاية تخاويني إن شاء الله. وين؟ تروح معي لأن جيت أسافر الأوروبا بأخذك معي. شو رأيك؟ أنا وياك لحالنا. إيه أنا وياك لحالنا وبخليك تعزب هناك بعد. خلاص ما دام إنك ما تبي من هنا نخليك تعزب هناك. شو رأيك؟ كيف يعني؟ يعني زوجك هناك يا رجال، إيش فيك أنت؟ طيب يا أخوي الحمد لله هنا في مبركة جلبوك الجنة. أقول تعال تعال لحظة لحظة لحظة، أنا جاني رسائل ومن بني أنا داري إنها رسالة. اسمع من بني الله يرحمه والله عليك. شف شف من بني عمك، ها من بني عمك. شف ايش كاتبين لي، ها شف يقولون لي رجل مطلوب كذاب كذاب اللي يقوله والله انا كذاب يطلع عمره مخلصه نصف يطلع عمره مضيع. طيب ما تحك ما تحك يا رجال ما تحك، انت اخطيت على ابن عمك الحين. لا والله ما اخطيت، اقول بس في واحد منكم. انا ما اخطيت على ابن عمك. لا والله اني ما قال واحد منكم ان جعبوك في الجنه. الله رجال يطلع عمره يقول انت تبع البلاء. اسمع اسمع ما اترك اللي بالكم انت، خذ العلم من عندي، العلم عندي الحين. يقول لي واحد من عيال عمك حطاني الحين. أسمع. هذا هو كاتب لي يقول ترى سعود صوته زين، خله يجر الصوت يرفع الصوت. يلا اقول ابو فيصل بقول لك ذكرتني، يقول ان صوته زين وخله يربع الصوت. ابى اقول لك نكته ابو فيصل سام، وعقبها الاغنيه. يقول ابو فيصل في نمله عازم تنطل عمر صديقاتها واخوياها. اي النمله هذه اللي عازم صديقاتها طال عمر راحت تبي تجيب القهوه والشاي في بيتهم في ذاك. المهم طال عمر ذكرتني الشاي. اي والله جربوك في الجنه. المهم راحت النملة ذي تبي على ما قال تجيب القهوة والشاي، وطولت ما جابت القهوة والشاي النملة ذي. قالوا صديقات النملات يوففون بينهم، قالوا غريبة إن جالسين هنا ما جاتنا القهوة والشاي، إن جالسين هنا ما جاتنا لا القهوة ولا الشاي. إلا قالت النملة طولت ولهم جالسين، قالت النملة الثانية إن جالسين لنا يعني كثير جالسين يعني في مجلس النملة ذي. في يوم راحوا عاد النملات يدورونها في ذاك في جوا البيت، اللي لقوها عمرهم لقوها ناشبه النمله ناشبه في التمر. اي والله النمله بغت تدق على الدريه تجي تاخذني ترى انا جاهز. هاي والله عينك. لا النمله انت النمله لقوها. كب النمله الحين وعطنا الاغنيه بس كب النمله.